مسارات أم إملاءات. يقول الكاتب: في أكتوبر 17 و2000 أعلنت واشنطن انتهاء الحظر الذي استمر 20 عاما على السودان، تماشيا مع خطة المسارات الخمس التي وافق بموجبها الخرطوم على وقف الأعمال العدائية مع الجماعات المسلحة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين ودعم جهود السلام في جنوب السودان وتطوير التعاون لمكافحة الإرهاب والمساعدة في محاربة جيش الرب اليوغندي وقطع العلاقات مع كوريا الشمالية. يضيف الكاتب: رفعت الخرطوم سقف تفاؤلها، وكان خطابها السياسي يردد أن العقوبات الأمريكية سبب كل المتاعب الاقتصادية للشعب، ولكنها أصيبت بخيبة أمل بعد إتمام الخطوة، فخابت آمالها وآمال المواطن الذي زادت أوضاعه المعيشية سوءا. يتابع الكاتب: بعد مشاورات متصلة وفترة تحضير، مهدت الخارجية الأمريكية لجولة الحوار الثانية بستة شروط لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويضيف الكاتب: الشروط تشمل توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحسين وصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية داخل البلاد وخلق بيئة ملائمة للتقدم في عملية السلام في السودان واتخاذ خطوات لمواجهة الأعمال الإرهابية والالتزام بقرارات مجلس الأمن حول كوريا الشمالية. ويضيف الكاتب أن وضع كلمة شروط بدلا عن مسارات يعطي بعدا سلبيا، فشروط تعني إملاءات وليس حوارا متكافئا، كما أن بعض البنود فضفاضة وغير قابلة للقياس مثل تحسين حقوق الإنسان والحريات الدينية والصحفية وخلق بيئة مواتية للسلام. يزيد الكاتب: في المقابل تبدو بعض الشروط الأمريكية سهلة، خصوصا أن السودان انخرط في تنفيذها لا سيما في مكافحة الإرهاب. ويختم النور هذه الزاوية بالقول: على الحكومة أن تكون أكثر جدية وشفافية وتقدم تنازلات في عملية السلام، لأن أي مناورات ستعطل رفع اسم السودان من القائمة السوداء.